فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هو الأصل في غير القرآن أن يقول سليمان، لا يقول ما لي لا أرى الهدهد، بل يقول أين الهدهد لا أراه. ترى يختلف اختلاف جذري. لما قال عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد، بداية جعل الأمر والخطأ فيه أو في الهدهد؟ فيه. ما لي لا أرى الهدهد، يعني ما الذي أصابني حتى لا أرى الهدهد؟ هذه عند من يعنى بالعالم الروحاني، هذه منازل بلغنا الله وإياكم إياها، يقولون جعلنا الله وإياكم منهم، إن الصالحين إذا فقدوا شيئا تفقدوا أنفسهم، إذا فقدوا شيئا من نعم الله تفقدوا أنفسهم. فسليمان عليه السلام آتاه الله ملكا عظيما، فمضى ينظر في جنده فوجد مقام الطير، مكان الطير، مكان الهدهد خاليا، فخاف أن يكون قد وقع منه خطأ أو ذنب أو تقصير، نجم عنه أن الله سلبه تلك النعمة، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. واضح الآن؟ وهذا تأديب لنا جميعا في أن الإنسان يتفقد نفسه قبل كل شيء، والله متم نوره ومسبغ نعمته على من يشاء من عباده، لكن العبد بمثل هذه الطرائق يتوصل إلى خالقه ورائه.